يا الله، من زمان قسم بالله العظيم على المنظور هذا. طيب يا جماعة الخير، مرسيدس عليه طلب بشكل مرة كبير، فحبيت اليوم اني اشغل المرسيدس اللي كان واقف لفترة، وبرضه وقفته ما يقارب يمكن شهرين واقف عند الباب، وما ادري وش مشكلته بالضبط، اتوقع ممكن انه بنزين. وزيادة على كذا راح اوريكم المرسيدس الثاني اللي راح نشتغل عليه باذن الله. انا مهدي صوتي، البيت كله نايم. قبل ما نبدا في مقطع اليوم حبيبي عزيزي المتابع، لا تنسى تضغط اللايك وتنزل تحت الان واشترك في القناة. ليتس جو. طيب هذا هو يا جماعة الخير بعد الوقفة، والله العظيم له فترة ما تحرك، كنت فاصل بطاريته وتوني مركبه يمكن قبل نص ساعه، قلت بما اني بشغله وبرضه بوريكم المرسيدس هذا تمام اللي هو هذا، فايش خلنا نخلص لكم هذا ونحاول نشغله ونتجه على طول المرسيدس الثاني. شوفوا المفتاح يا جماعه الخير، نص لا حرفيا. يا سلام، اتوقع ما في بنزين، ما في بنزين حق الامبير، تعال اوريكم اياه. شوفوا البنزين يا جماعة الخير فاضي، فلازم نروح نجيب بنزين ونرجع. حصلنا يا جماعة الخير، هذا راح نعبيه ان شاء الله انه يكفي، يا رب يا رب انه يكفي يا رب. هذه هي. وبقول لكم معلومة برضه يا جماعة الخير، السيارة الثانية المرسيدس الثانية اللي مكلمني اني اجددها ابو عبد الله، قال اسامة راح اسوي معاك تحدي، ما نبغاها تجديد، لا نبغاها انعاش، ولكن راح يكون فيها تحدي وعليه فلوس. بيني بينكم قدام فيها فلوس. قلت وش التحدي يا ابو عبد الله؟ قال لي اسامه ركز معي، لازم تختار شيئين، يا تختار انك تشغل السياره خلال 24 ساعه، او انك تختار انك تشغل السياره ب 300 ريال بس. السياره الثانيه يا جماعه الخير واقفه ما يقارب 4 سنوات 5 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، ولكن ليه ال 500 تحسون انظف؟ لان المرسيدس الثاني انكرف كرف الويل، فاستخدمناه وايد، اما هذاك لا شريناه 3 شهور 4 شهور بعدها وقفناه. راح نطلع الان المحطه نجيب البنزين ونرجع، وان شاء الله انه يشتغل يا رب. حط لايك لا تنسى، ها؟ مع السلامه. يقول ما عنده 95 راح نعبي 91 في العلبه هذه بس حق التشغيله، وبعد عاد نطلع المحطه نعبي 95. طبعا افضل شيء يا جماعه الخير انك تضمن ان البنزين ينزل بشكل كويس ما يتكبكب، تستخدم الطريقه هذه اللي راح اوريكم اياها. جيب هذا الله يسلمك، ترفعه هنا فوق، تحطه فوق، اتوقع اكثركم يعرفها ولكن اللي ما يعرفها، بتجيب اللي وتدخل اللي هنا اخر شيء، تمام، دخل اللي، شوف يوصل. يا سلام يوصل. طيب بعد ايش تسوي؟ تجي هنا باللي كذا، شوف قاعد يصل، اسمع صوته. لما يخلص يا جماعة الخير خلوني أعطيكم نظرة خارجية لين يجي المفتاح وأفتح لكم السيارة عشان تشوفونها من جوا. صدام البدي، تمام، الكفرات مضروبة برضو، يعني التحدي أبو 300 أحسه شوي صعب، والتحدي حق أبو 24 ما أدري، فهمتوا يا 24 ساعة ما راح يكفي، إني ممكن هذه خلى هذه ما تأثر في تشغيل السيارة، ولكن عندك الكفرات تمام. هلا والله قطو، هلا هلا، تمام، نحاول نفتح الكبوت. يلا قطير وخر شوي، روح شوي روح شوي يا حبيبي روح. بسم الله الرحمن الرحيم، كفرات كلها مضروبة، ايوه هذا الباب مفتوح. يا سلام، نفتح الكبوت، موية الداخلية، خلي الداخلية بعدين اوريكم اياها. ثواني روح نشيك على الماكينة نشوف ايش فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، اوه بلف الراجع حق البنزين مو موجود، اذكرني فاكه استخدمتها المرسيدس الثاني، ولكن هاي 320 برضو هنا فيه تهريبات زيوت اتوقع بسبب الوقفه، فيب ما راح نخطي الخطا اللي اخطيناه قبل، في التشغيل والاشياء ذي، راح ننزل الزيت مثل ما قلتوا ونتاكد منها قبل كل شيء. يب، فخلاص نقفل نرجع المرسيدس الثاني، بعد ما خلص المرسيدس الثاني بوريكم الداخليه حقت هذا. خلص ظنكم؟ اي والله خلص، انصب كامل، شوف اي والله خلص. نجرب الحين شغل السياره، ان شاء الله يا رب انها تشتغل ولا تقروشنا يا رب، انه هو مرسيدس معروف اذا وقف قل عليه السلام لا يوقف، حاول تشغله كل فتره، لكن انا تركت ذا المره شهر. بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن باقي ما وصل بنزين. ايوه ايوه بيشتغل 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 بيشتغل، ايوه قاعد يحاول يشتغل والله.
محاولة الرابعة. والله قاعد يشتغل والله. البطارية بدأت تضعف. خلنا نجيب الاشتراك. طبعا مع الاشتراك معنا المنقذ المستبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح البايكة ونطلع. اليات التبريد بعد هنا فيها. هذه الدعسة يا جماعة الخير، خلنا ندخل فيها بنزين بس شوي. عارف في ناس تقول سامة بيضرها ما ادري ايش، صدقون سلك الدعسة هذا مهتز، ولكن عندي بخاخ دعسة ثوان يدلكوا. بس نجرب لسه يدلكوا جوا شوي، خله شوي بس عشان ما يحترق لي هنا او يولع نار بعد عملية الانفجار الاولى. في مشكلة في وصول البنزين للحين. وقفه يا جماعه الخير، شهر كامل اشتغل ما شاء الله ليله الله. نتاكد مويه الريديتر بس، شوف واضحه الوقفه، تشوفون تنسيمات الملح اللي قاعد يطلع، شوفوا هنا. ايوه يا سلام يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لازم نحافظ على تشغيلته بشكل يومي لازم. طيب الحين يا جماعه الخير فيها، فراح نعبيها بنزين برضه ونشيك على السيوط حقتها والاشياء ذي. بسم الله الرحمن الرحيم، اي صوت الدوده عشان ما فيها زيت. يب. رايح الان للمحطه عبي بنزين وخلي عبي الزيت بعد. الله يا اخي فخم فخم، شوفوا فوق. خلنا نقفل. طبعا قزاز مدبل ما تسمع بين امه برا، ما تسمع على صوت سيارتك، بس برا والله لو يضرب لك واحد اليوم بكره ما تنتبه، تنتبه له بس شويه. ولكن لو شغلت مكيف المسجل والله العظيم انك ما عاد راح تسمع شيء، حتى المسجل لو تخليه على 3-4 ما عاد راح تسمع شيء من قوة العزل والهدوء والراحة والمراتب. يا اخي سابقين سابقين سابقين، لا مو سابقين، قافزين حرفيا 30 سنة قدام. حتى حق مرسيدس ترى يوم سوى شركة يوم سوى المرسيدس قال انا W140 ما غلطت فيه الا غلط واحد والباقي كله كامل وكامل وجه الله، هذا وجه الله من عندي. يقول بس غلطت اني خليته اطول بسبعة سنتي. الله يجزاك خير، الا وسع وش زينه الله العظيم. يقول بعبي لك ديزل. نعبيه ونطلع على طول على المحل الثاني نشيك على الزيت. بس لا ما اتوقع، دقيقه شوف ناقص الحين عايره مربوط. متاكد مربوط؟ غريبة ما راح الصوت. غريبة والله، والله دائما عبيه يختفي. طبعا معلومة، إذا شفت شخص معاه شبح لا تستنكر، لا وش في ذا معاه شبح يمشي فيه، وليه ليه دائما يطلع في السيارة ذي يا جماعة الخير المرسيدس، وخاصة الشبح
والله انها سيارة عزل قوة هدوء كل شيء فيها، والله العظيم كل شيء فيها على انها قديمة قديمة بشكل مرة كبير. فاول ما تشوف واحد معاه مرسيدس انتبه منه، لا تحسب ما معاه فلوس، لا تحسب انه مطفر، لا تحسب انه مو لاقي شيء ياكله، لا معاه يقدر يشتري جي كلاس. ولكن المرسيدس موتر خف يا جماعة الخير، خف ما عاد فيه خلاص. اسمع اذا قفلت القزاز. قلت لكم عن سيارتي الزد صح؟ ممكن نروح لها الظهر، في واحد بياخذها يا جماعة الخير، بروح اودعها بس اودع السيارة وبمشي. جيت اصور لكم الداخلية حقت السيارة. نطلع الحين نصورها لكم يا جماعة الخير. اوريكم كيف ما هي؟ كيف هي مدمورة حرفيا. بسم الله. هذه السيارة طبعا سيارة مرسيدس 97 320. افتحي يا سلام. واو يا الشنطة، واو يا الشنطة، واو يا الشنطة. والله في واحد قبل فترة طلب مني الكمبيوتر، أتوقع ب1500 يمكن الكمبيوتر حقها مطلوب أتوقع. طبعا هذه الداخلية من وراء، عارف أنها يعني ترى مو مدمورة مدمورة، بس تحتاج ترتيب، ما عليكم الحوزة ولكن تحتاج الترتيب، البيبان، الجلد. يا أخي سبحان الله يا أخي، مرسيدس قوية يا أخي، والله العظيم، والله العظيم من ناحية شف ما تشققت للحين. طيب هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عاد هذا والله نحكي لكم متقطع، هنا يكون في ارباق 97، يكون هنا ارباق يب نص فل بدون فتحة. هذه ممكن الداخلية حقته. شوفوا بسبب الوقفة، شوفوا هنا برضو بوريكم تاريخ الكفرات اللي قبل اول كان كم 2000 وكم، والله زمان ذاك كفراته ذكر كانت قاعدة فترة. هذا نبغى نشوف تاريخ الكفرات حق هذا، ممكن اللي ورا، كل ورا في تاريخ. بسم الله. أيوة 2006 تاريخ الكفر، 2006 و2005. لا لا هذا مو التاريخ، معليش معليش، لا لا هذا مو التاريخ، مو التاريخ. ميدين جابان كالمصنع الكفرات في يابان. تاريخ والله ما ادري يا جماعة الخير وين التاريخ، اتوقع انه ورق، اتوقع. فيب هذه السيارة مرسيدس 97 نص فل 320 6 سلندر. سبب الوقفة كذا عائلتنا، هي العائلة الوحيدة اللي سبب الوقفة كذا، ترى ما في عوائل توقف سيارات كذا حرفيا، ولكن احنا الوحيدين، بس لسنا الوحيدين ولكن الافضل يعني. راح نروح الصناعية للزد، نودعها آخر نظرة للزد، نجرب نشغل مرسيدس. ما شاء الله مو مثل قبل. نمسح الإزاز بس عشان الشمس لو عكست أو شيء نقدر نتحرك، ممكن نودي نغسل بعد. هذا أخطر شيء حرفيا، لو طلعت شمس في وجهك والله جي جي. فيب نقول بسم الله ونطلع. يا الزد يا آخر ليلة تجمعنا حرفيا. فاك الله الرحيم. اوكي شايل المفتاح، هذه ضفيت اغراضها وركبتها ورا، حطيت كل شيء ورا. يا الله. طيب بقول لكم سالفه عن الزد يا جماعه الخير، ولا خلوني اطلع واسجل لكم انا برا، لان هنا في ازعاج طقطقه. ولكن هذا اخر تصوير لها، والله يبارك الراعيها يا رب، الله يبارك له وبعلم شيء استفاد حرفيا منه. خير وش سبب بيعي للزد؟ وليه اللي تابعوني في السناب ليه نزلت سعره بشكل مره كبير؟ طبعا السياره كلفتني كلها مع شراها مع تامين مع نقل مع كل شيء، مع كل شيء 24,000 ريال اذا ما كان فيه زياده. ولكن قلت في السناب يا جماعه الخير اللي فيها ب 15,000 ياخذها ب 15,000. وش السبب؟ أنا والله العظيم إني أحبكم وأعزكم وأقدركم، الناس الجميلة واللطيفة والحبيبة واللي دائما تصلي على النبي، مرة مرة أحبكم حرفيا. ولكن بقولكم شيء يزعل، كذا مرة ناس يا جماعة الخير يكلموني أسامة تعال، أنا أكون مثلا يعني أحيانا أكون جنب البيت قريب البيت، أروح لما أرجع لهم آخر شيء حوالي 7 مرات
اسامه نبغى بس نصور معك، والله اني احبك قسم بالله العظيم. ولكن اللي زعلني يوم من الايام يا جماعه الخير، كنت في المنطقه الشرقيه عند يوسف، ويتصل علي واحد، تخيلوا انا في الدمام والسياره وانا فيه في الخبر والسياره وانا فيه في الخرج، 450 كيلو روحه 450 كيلو رجعه. كنت ذاك اليوم في الخبر الا كلمني واحد انا ابيك ابيها ومدري ايش، قلت ابدا تم يا شيخ ابدا، كم تبيها؟ سامها ب 23.5. طبعا انا صانع محتوى يعني، ما الحمد لله الامور زينه يعني، اموري الماديه الحمد لله زينه. ولكن تخيلوا اني ضربت مشوار من الخبر لين الخرج، يوم وصلت يا جماعه خير لحصله ولد صغير، قال والله اسامه اني مناديك بس عشان اصور معك. قلت طيب تدري انا منين جايك؟ انا من الخبر والله جايك، وابوه كان معاه في السياره. يا والله ما ادري ايش، وانا قال لي كذا وانا ما ادري. قلت يلا حصل خير لعله خير وما ادري ايش. فضاق صدري والله ذاك اليوم لاني كنت توني واصل الشرقيه، فرجعت هنا الخرج قلت يا شوفوا اللي يبغى سياره ب 15000 الحين يكلمني. والله جاء رجال صامل وقال هذه 15000 كاش، حولها لي 15000 كاش على تحويل. المهم حولها لي والله يبارك له. ترى طايح من سعر السياره بايعها انا ما يقارب 9000 ريال، ولكن انا عارف ان السياره يبغى لها شغل، يبغى لها كورونا، يبغى لها كذا شغله، ما راح تكلف واجد اكثر من هذا. ولكن لو خذ السياره واشتغلها صح، البدي محروق كامل من صدام لين صدام، ما في ذره معجون الا معجون الاساس، فالله يبارك له. هذا الموضوع صدق اللي زعلني وخلاني استعجل في بيعتها. اتوقع هذا اغرب موضوع بيع يمكن يمر عليك. الناس تبيع محتاجه، الناس تبيع كذا، والله يسد حاجه اي شخص. انا اغرب حالة بيع سيارة في العالم، طرحت ما يقارب 9 أو 10 آلاف فقط عشان المشوار هذا، فالله يبارك له وكتبت له. وأشوفكم ما لا، هذه نهاية المقطع، انتظرونا المرسيدس الثاني، اكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات وش تبغون ناخذ أي جزء من سلسلة أبو عبد الله، السلسلة أم 24 ساعة أو السلسلة أم 300 ريال أشغل فيها السيارة. أشوفكم ما لا، سلام.